أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم ومتخصص في الشأن التعليمي. برحب بحضرتك أستاذ رفعت. أستاذ رفعت، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ رفعت فياض. ألو، أستاذ رفعت حضرتك معنا على الهواء. أهلا أستاذ هبة، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ رفعت. تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي حماية للتلاميذ و 25% من المجتمع المصري، كيف تعلق على هذا القرار؟ أستاذ هبة، أحب أن مور ونحن كمواطنين لا نقلق من اتخاذ هذا القرار، وكأن نسبة الانتشار للفيروس عندنا هي التي دعتنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار. هو زي ما حضرتك أشرت، هو إجراء احترازي ونسبة الحالات اللي عندنا قليلة جدا، لكن نحن دولة من بين ما يقرب من 200 دولة على مستوى العالم، معظمها أصبح فيها بؤر. بعض الدول بوقف الدراسة كما فعلنا نحن لمدة أسبوعين حتى لا نساعد على عملية انتشار إذا تواجد في أي مكان من أماكن التجمعات، وخاصة بالنسبة للمدارس والجامعات. قد يأتي سؤال آخر، وهو هل ممكن المدة الأسبوعين دي تمتد بعد ذلك؟ نعم، قد تمتد وقد لا تمتد، كل وقت له حينه، يدرس الموقف تماما زينا زي بقية دول العالم. وبالتالي معظم أوروبا بكاملها دلوقتي فيها بؤر إصابة، اوروبا بكاملها معظمها قد تاخذ قرار، او بعضها واخذ قرار بوقف الدراسه، قد يكون في بعض المقاطعات ودول اخرى اوقفت الدراسه تماما، خاصه ان هذا المرض خطورته ليس في عدم المصابين به الان، ولكن هو سرعه انتشاره وعدم وجود علاج له حتى الان، لانه متحور ويختلف تماما عن مسمى فيروس كورونا بنوعياته السابقه التي كان قد وجد لها مصر. وهذا هو التخوف الأكبر من هذا المرض أو هذا الفيروس، فهو إجراء احترازي سليم وقرار سليم جدا اتخذته الدولة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أيضا عن إجراءات ستتبع بالنسبة للعملية التعليمية من المنازل ومواعيد الامتحانات الخاصة بالمراحل المختلفة أو الشهادات العامة بشكل أساسي في مواعيدها الرئيسية التي تم الإعلان عنها مسبقا. نعم، هذا إجراء جيد جدا، لأن ممكن نستمر في الدراسة أونلاين أو التواصل مع أولياء ومع الطلاب بالنسبة للدراسة، وكل يومين ثلاثة تبقى في لجنة أصلا، يعني لجنة إدارة أزمات لتتخذ القرار على حسب المتاح قدامها تماما، ولنسير في نفس الخط بالنسبة للإجراء الاحترازي الجيد ونتعامل مع الموقف بهدوء. لكن لابد ان نراعي ايضا، وزي ما حضرتك مع المداخله السابقه، الاجراءات الصحيه اللي كل مواطن يجب ان يتبعها في بيته وفي اي مكان اخر من النظافه العامه، ونقلل من امكانيه وجود هذا الفيروس في اي مكان من اماكن التجمعات المختلفه. اشكرك جزيل الشكر الاستاذه رفعت فياض، المتخصص في الشان التعليمي ومدير تحرير جريده اخبار اليوم. شكرا.